أهلا بكم. مجزرة مروعة أخرى ارتكبها الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء استهدف بها الطيران الحربي بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين بينهم أطفال ونساء. نتابع ثم نعود للنقاش. في منطقة زعم الكيان الصهيوني أنها آمنة وأجبر أهالي غزة على التوجه إليها تحت التهديد، يرتكب الاحتلال فجرا واحدة من أبشع المجازر في حق النازحين بالمواصي غرب خان يونس باستهداف طائراته الحربية خيامهم. يلا روح. الاولاد يتقدموا لاهالي لهم ولا بعض، كل شردنا وين نروح احنا؟ بقول ما تقولوا روح على البواصي، رحنا على البواصي، بضربونا وين نمسح 100 مره رزحنا، وين نروح احنا؟ الساعة 12 ونص في الليل ما بنفطن غير براميل، براميل، صواريخ، صواريخ فوق الست ورا بعض، مش عارف على ايش، مش عارف على ايش، على الاطفال ولا على النساء ولا على الشيوخ. مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمفقودين والجرحى، معظمهم أطفال ونساء. عائلات بأكملها أبيدت وأزيلت من السجل المدني واختفت تحت الرمال، وعشرون خيمة مسحت ولم يعد لها أي أثر حسب الدفاع المدني. احنا كنا في مناطق إنسانية يفترض أنها آمنة في المناطق الخضراء اللي هي مواصي خان يونس، وهي يعني الأهداف الإسرائيلية. تفضل. تبحثرت أغراضهم هنا وهناك وتناثرت معها دماء وأشلاء الشهداء في كل مكان. إنه الجحيم الصهيوني على أرض غزة. أكثر من 100 عائلة فلسطينية كانت تنام في تلك الخيام التي يفترض أن تكون آمنة، لكن الاحتلال أبادها، ولا فرق بين طفل أو امرأة أو شيخ، لأن الاحتلال لا توجد أمامه أي محرمات. وين الخيام؟ كل ما تكون في التراب تحت، كله تحت مدفون بالرمل، وقاعدين اجت الاسعافات واجت الناس وقاعدة الناس تسحب وتطلع وعلى الفاضي، ولسه حنلاقي الساعه شوية تحت موجودين اطفال ونساء ورجال. سعيا منه لقتل عدد اكبر منهم، اسقط الاحتلال اكثر من 5 صواريخ ثقيله على خيام النازحين، تسببت في دمار كبير للخيام وحفر بعمق 9 أمتار في الارض. في كل يوم من حرب الإبادة الجماعية المفتوحة على القطاع يرتكب الاحتلال مجزرة تلو الأخرى، ولا أحد يمنعه من ذلك. ومن بقي حياً من النازحين فهو على قائمة موت مؤجل إلى إشعار آخر. معكم مجدداً مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة، ولتابعة التطورات ومتابعة مجزرة مواصي خان يونس في قطاع غزة، معي هنا في الاستوديو الأستاذ حمزة الطراوي رئيس رابطة الجالية الفلسطينية بالجزائر. مرحبا بكم سيدي. شكرا لكم على هذه الدعوة، وأبارك للشعب الجزائري بالعرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية التي تمت، وأتمنى للجزائر الازدهار والاستقرار وتطور الاقتصاد وبناء دولة حديثة. طيب، بالغ الشكر لتمنياتكم. معنا أيضا من سكايب أو من أمستردام عبر سكايب الدكتور حامد السراف الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم دكتور السراف. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. وكذلك معنا من رام الله مدير مركز شمس لحقوق الإنسان الأستاذ عمر رحال. أهلا وسهلا بكم. مرحبا، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين والمشاهدات. أبدأ معك أستاذ عمر رحال مرة أخرى بلغة القصف ولغة الدمار. طيران الاحتلال يقصف فجرا أكثر من 100 عائلة في خيام مواصي خان يونس في واحدة من أبشع المجازر التي شهدها الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب. على مستواكم، كيف تبعتم هذه المجزرة وما خلفته من عشرات الشهداء والمصابين والمفقودين كذلك المتوارين خلف الرمال؟ يعني بأسى وبألم وبغضب كبير على هذه المجازر
وعلى هذا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر على مسمع ومرأة من العالم كله ومن منظماته الإنسانية والدولية. هذه ليست المجزرة الأولى ولا الأخيرة التي اقترفها الاحتلال بحق الأهل في قطاع غزة، عشرات بل مئات المجازر التي ارتكبت خلال هذا العدوان، وهناك عدد كبير من العائلات التي شطبت عمليا من السجل المدني، لم يبقى أي فرد من هذه العائلات على قيد الحياة. هذه المجزرة الوحشية والإجرامية والمدانة تضاف إلى سلسلة المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. هذه المجزرة المعيبة وهذه المجزرة الدموية هي أيضا من أجل قتل المزيد من أبناء شعبنا وإيقاع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا. هذه ليست قواعد عسكرية ولا منصات إطلاق صواريخ ولا أماكن رماية ولا أيضا مخازن أسلحة، هذه خيام وهناك أبرياء، هناك أطفال ونساء وشيوخ داخل يعني هذه الخيام. أن تستهدف على هذا النحو وبهذه الأسلحة التدميرية الثقيلة وكأن هناك جيوش وكأن هناك معدات، يعني هذا يعاب على المجتمع الدولي أن يبقى يعني حقيقة صامتا متماهيا قابلا لهذه الاعتداءات وهذه الجرائم. لا. نحن في فلسطين لم يعد لنا كلمات يمكن أن نستخدمها، ولم يعد لنا توصيف يمكن أن نصف ما يجري في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوى أن هناك إجراما وهناك إغالا وهناك وحشية يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. أستاذ حمزة الطراوي، هذه رمال وعائلات شطبت من السجل المدني، وتبعت لا شك خلال التقرير الذي تبعناه قبل قليل صورا من الدمار والخراب وأيضا من الصرخات من الفلسطينيين الذين يتحدثون عن وضع طال أمده منذ قرابة السنة من 7 سبتمبر من العام الماضي. هذه الغارة التي جرت في حي النواصي وعلى خيم وبقنابل ارتجاجية ذات وزن كبير تؤكد أن العدو الصهيوني أهدافه هي تشريد الأرض وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وأنه مصر على ارتكاب المجازر على مرأى من العالم، لأنه يحتمي بالقوة الأمريكية، ويؤكد أن لهذا العدو أهداف أخرى. هذه الأهداف كما ذكرت أحدها هو إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وترويعهم. لا تنسى أنه أكثر من 3 شهور أيضا هناك سياسة التجويع، ولم تدخل مواد غذائية خاصة في شمال غزة، وهذا يؤكد أن الكيان الصهيوني ينفذ مخطط عالمي. هذا المخطط الذي ذكر سابقا وهو مرتبط بالصراع الصيني الأمريكي على المنطقة، هذا المخطط الذي يتحدث عن إنشاء طريق تجاري من الهند إلى أوروبا بديلا لطريق الحرير، هذا أولا. هذا المخطط الذي يعمل على إنشاء قناة بديلة لقناة السويس واللي سماها الكيان الصهيوني قناة بن غوريون، حيث تتم شق
قناتين احداهما ذهابا والاخرى ايابا. كل هذه ستكون في منطقة غزة، لذا يجب أن تفرغ المنطقة من سكانها إما بالتشريد وإما بالقتل. أيضا لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة دائما وفي كل العالم على أن تكون مسيطرة على مصادر الطاقة، ومنها المكتشفة في سواحل غزة من غاز وبترول. أنتقل إليك ضيفي في أمستردام دكتور حامد الصراف. بنفس الطريقة يدفع الاحتلال بالفلسطينيين إلى الذهاب نحو مناطق يزعم بأنها آمنة، ثم يقصف تلك الأماكن مجددا بعد امتلائها بالعائلات الفلسطينية. دكتور صراف، هل يتأكد عند كل مجزر أن الاحتلال ماض في سياساته لإنهاء الوجود الفلسطيني وربما مشاريع ومخططات عالمية أعمق وفق ما تفضل به ضيفي في الاستوديو الأستاذ حمزة الطيراوي؟ نعم، شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولضيفك الكريمين ولجمهور المتابعين الأعزاء. مبروك للجزائر على سير العرس الانتخابي بإنسيابية ونتائج متوقعة الحقيقة، تضفي مصحة جديدة لاستقلالية الجزائر وقرارها الذي فعلا يدعم العالمين العربي والإسلامي إن شاء الله، وخصوصا القضية الفلسطينية. جوابا على سؤالك، هناك ما يسمى منذ أمد ليس بالقصير ما يسمى صفقة القرن الحقيقة، اللي زجت بها بعض الدول في ركاب المشروع الصهيوني الأميركي الإمبريالي البريطاني بالتوسع. يعني الكيان الصهيوني كما قال ترامب في إحدى كلماته بأنه إسرائيل، ما سماها إسرائيل صغيرة جغرافيا، علينا توسيعها. فهذه الحقيقة تجلت على أرض الواقع في بعد طوفان الأقصى، بعد ما كان هناك رد فعلا من قبل المقاومة الفلسطينية البطلة، وبعد فشل أوسلو بعد 30 عام من انتظار حلول مؤجلة دائما، وهي كانت الحقيقة في حقيقتها يعني ابتزاز وتأجيل متعمد للتمويه على هذا المخطط الجهنمي باحتلال كامل فلسطين المحتلة، وأما تشريد الشعب الفلسطيني الشقيق أو إبادته جماعيا. ولذلك توقعناها منذ الساعات الأولى بعد طوفان الأقصى أنه الشعب الفلسطيني سوف يتعرض إلى عملية إبادة جماعية وإلى ما يسمى سياسة الأرض المحروقة، ابتداء من غزة وانتهاء إلى الضفة الغربية لا سامح الله، وطبعا مشمولة أيضا القدس الشريف في ضمن هذا المخطط. ومثل ما تفضل ضيفك الكريم في الاستوديو الأستاذ حمزة، من أنه بالفعل هناك منافسة وهناك ظهور أقطاب جديدة على الصعيد الدولي تنافس القطب الأمريكي الذي أوشك على السقوط الآن، بعد خصوصا بعد العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا والفشل، فشل حلف الناتو والأمريكان الإمبريالية الأمريكية ووراها بريطانيا والغرب العنصري، من أنه فعلا الأقطاب يجب أن تجد متسعا من النشاط الاقتصادي عبر بريكس، وشفنا أيضا الجزائر وانخراطها في هذا النشاط وتقديمها لعضوية بريكس. هناك الحقيقة وضع دولي مختلف تماما عما سبق الحرب في أوكرانيا، هناك يعني هزيمة واضحة للإمبريالية الأمريكية على كل الصعد، إذا كان في الشرق الأوسط وإذا كان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا الآن. أوروبا الغربية تعاني الأمرين على يد التغول الصهيوني الإمبريالي الأمريكي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتضخم والحقيقة والبطالة وغيره. لذلك أؤكد على أنه موازين القوى تغيرت منذ وقت مبكر، لذلك ظهور أقطاب أخرى أقوى مما تعتقد أمريكا ومن وراها الغرب العنصري سوف الحقيقة
يغير موازين القوى لصالح القضية الفلسطينية ولصالح قضايا الشعوب التواقة للحرية والاستقلال والكرامة الوطنية. نعم أستاذ عمر رحال، في هذا المشهد يؤكد الدفاع المدني الفلسطيني بأن الاحتلال استخدم في هذه المجزرة بمواصي خان يونس صواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار، جريمة مركبة أخرى، ما ميزانها في القانون الدولي الإنساني برأيك؟ يعني أولا في القانون الدولي هناك ما يسمى بالتناسبية، وهناك أيضا اتفاقية جنيف التي الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، كما أن هناك أطفالا وهناك عديد من الاتفاقيات مما فيها اتفاقية جنيف، والأطفال محميين بموجب القانون الدولي يعني بصفتين، الصفة الأولى بأنهم مدنيين لا يشاركون بالأعمال القتالية، وثانيا استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل باعتبار أنهم أطفالا. وهناك أيضا لوائح لاهاي التي تنظم الحرب البرية للعام 1907، وبالتالي التناسبية بطبيعة الحال، هذا بالإضافة إلى أن القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة تحرم يعني استهداف المدنيين، كما أن المادة السابعة والثامنة من يعني ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية يتحدث عن جريمة الحرب والجريمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، وأيضا يعني جرائم إلى يعني التطهير العرقي، وأيضا يعني استهداف الأعيان المدنية. إذن هي جريمة مكتملة الأركان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبالتالي نصوص القانون الدولي واضحة. هذا بالإضافة أيضا إلى ميثاق الأمم المتحدة، إلى مبادئها ومقاصدها التي تتحدث عن العدوان وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي اتجاه الأهل في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو في إطار العدوان واستهداف يعني المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي هي جرائم مكتملة الأركان. طيب، استنادا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. أستاذ حمزة الطراوي، العديد من القوانين، العديد من المواثيق التي تحمي الأطفال والنساء والأشخاص في ظل الحرب، لكن الواقع يقول أن كل شيء يخالف تماما ما تم توثيقه في المعاهدات الدولية. سيدي، هذه سياسة الكيل بمكيالين لدى الدول المتقدمة أو الدول الاستعمارية والإمبريالية العالمية. دعنا ننظر أنهم وضعوا هذه القوانين لهم ولأنفسهم. انظر لو أي قصف في أوكرانيا روسي لأوكرانيا كيف يقابل وكيف تتناقل وكالات الأنباء. المحاولات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية الآن في استصدار أو التي في دراسة العدوان وما تقوم به من أجل إصدار عقوبات، ماذا يقابلها في الطرف الآخر؟ يقابلها الآن إنه الكونغرس الأمريكي يعمل على استصدار قرارات لمعاقبة أعضاء المحكمة الدولية إذا تعرضوا بأي قرار أو بأي إجراء ضد الكيان الصهيوني. أيضا انظر إلى التعطيل الذي تتلقاه قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية، وهذا ليس حديثا، ولكن منذ ما قبل عام 48 شوف كم قرار صار طالع. بأي قرار تم تطبيقه؟ في عندنا قرارات 181، قرار 194، قرار 242، كلها قرارات تطالب بإقامة الدولة الفلسطينية، قرارات تطالب بعودة اللاجئين. أيضا انظر إلى كيف يتعامل
العدو الصهيوني وأمريكا وأوروبا مع الأونروا، هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي من مهامها دعم قدرة اللاجئين على المعيشة وعلى التطور والتقدم، كيف كم مرة قطعوا عنها الدعم المالي وعملوا على أن دول أخرى أيضا عربي بما فيها دول عربية أوقفت دعمها لهذه الوكالة؟ نرى هذا الكيل بمكيالين ليس جديدا، هو دائم. هذه المرة نتيجة تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الأخبار، فإن الأسلوب أصبح فجا جدا، وكأنه يقول للعالم اذهبوا إلى الجحيم، نحن نفعل ما نشاء. وهذا ليس الكيان الصهيوني وحده، بل أوروبا وأمريكا. انظر ماذا فعلت فرنسا في أفريقيا فأكثر من دولة، انظر ماذا فعلت الولايات المتحدة عندما هاجمت العراق، كله اختلاق لقوانين ودون أي حساب لأي قيم إنسانية. هذا مع ما يمارسه علينا الأعداء. علينا نحن كشعوب عربية وإسلامية وأبناء لهذه المنطقة أن نحاول أن نخرج من هذا المأزق الذي نعيش فيه منذ سنوات، إن كانت الحكومات العربية غير قادرة على الخروج من هذا المقصد من هذا المأزق. ونرى كم هي قرارات الأنظمة فعالة من خلال القرارات التي خرجت بها الجامعة العربية منذ تأسيسها. وعلينا أن نناشد أيضا شعوب العالم وكل قوى والدول المحبة للإنسانية والسلام من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، لأن هناك قرارات لو طبقت إذن لكان الموضوع في المنطقة أفضل وأيسر، وكان ممكن أن نتعايش في المنطقة حتى لو على حساب حقوقنا. إلا أنه العدو لا يريد ذلك، يريد إبادة الشعب الفلسطيني مقدمة لإبادة وضرب الشعوب العربية. الآن الحرب على غزة، انظر نهاية أو آخر تصريحات كيربي وغيره، يلمحون إلى ضرب لبنان، خاصة في جنوب لبنان. ضرب لبنان معناها استمرار المعركة إلى ما بعد لبنان، إلى موضوع إقامة الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات. أستاذ تراوي، بما أننا نتحدث عن المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في تحملها مسؤولية إيقاف جرائم الاحتلال، أنتقل إليك ضيفي من أمستردام الدكتور حامد السراف. حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت والعجز. نتوقف عند هذين الكلمتين، الصمت والعجز، كيف ذلك برأيك؟ الحقيقة يعني في كلمة أو في بيان ألقاه قبل سويعات السيد أسامة حمدان باسم حماس كان ملفت الانتباه، من ضمن هذه النقاط هي قضية الخروج عن الأساليب التقليدية في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى يعني إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، حسب أيضا محكمة العدل الدولية اللي أقرت في كل معظم جلسات منذ بداية عملية الإبادة الحرب العدوانية على غزة. البيان تضمن ست نقاط أنا لفت انتباهي الحقيقة. النقطة الأولى واضحة جدا، والنقطة الأخيرة أيضا تتعلق بما تفضلت به، قضية عدم السكوت، عدم الانتظار، عدم الصمت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ومن يعني إراقة الدماء دون حساب للقوانين الدولية.
النقطة الأولى هي الإيقاف الفوري للنار، الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية. والنقاط الأخرى قضايا تتعلق بفتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية وغيرها. ننتقل إلى النقطة الأخيرة وهي الأهم في يعني في نظري، وخصوصا أن هناك الآن في الساعات القادمة سوف يعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب من ضمن برنامج في المقدمة هي قضية غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا في الغربية وفي القدس. طيب بالحديث عن هذا وتعقيبا على ما تفضلت به، ما المنتظر مما تفضلت أنا به؟ هو هذه أستاذ مصطفى، هذه هي المعضلة الكبيرة التي تواجه الأنظمة العربية الحقيقة ووزراء الخارجية الآن قبل أي فترة أخرى، وأصعب ما يمر به الآن الموقف العربي الرسمي نعيشه الآن بعد أجيال أكثر من 75 عام من الإبادة الجماعية ومن سياسة التهجير القسري وقضم الأراضي وبناء المستوطنات. الآن القضية أصبحت بها فيها منعطف تاريخي. طيب. المطلب الأساسي هو في جوهر الموضوع هو قطع العلاقات التي أقيمت باسم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطبعا العلاقات التي أقيمت بكل مجالاتها الدبلوماسية السياسية الاقتصادية التعاون حتى المخابراتي حتى العسكري، يجب الآن من الآن وعبر قناتكم الموقرة نقولها، ومن القاهرة من عاصمة أكبر دولة عربية وهي تعتمد الآن باعتبارها فعلا تمتلك أكثر قوة عسكرية، جيش المصري جيش يعتد به يعتمد عليه، أن تفك الارتباط باتفاقات السلام مع الكيان الصهيوني. طيب. هاي نقطة. النقطة الثانية هي وجود الآن أيضا نقطة جوهرية إذا سمحت لي بثواني، وجود وزير الخارجية التركي وجاء بمقترح لأردوغان الرئيس التركي بتشكيل تحالف إسلامي عربي لتحرير فلسطين. الجزائر لها دور مهم جدا لأنه سبق وأن أشادت أيضا الجهات التركية وكل الجهات العربية بدور الجزائر. الجزائر الآن تشكل فعلا عمدة الموقف العربي الرسمي في مجلس الأمن الدولي باعتبارها أنه عضو لهذا العام والعام المقبل. لذلك والجزائر مشهود لها مع جنوب أفريقيا في التعاون بشكل واضح في كل المجالات الأفريقية الدولية حتى في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. الجزائر الآن بعد إنجاز مهمة الانتخابات وبقاء السيد عبد المجيد تبون على رأس السلطة، أنا أعتقد هذا الإصرار من قبل الجزائر وتجربة الجزائر لا يمكن تشكيك بها على الإطلاق، لأن الشعب الجزائري ذاق الأمرين على يد الاستعمار على النظام أبارتايد عنصري فرنسي، وجنوب أفريقيا نفس الشيء أيضا تحررت من براثن استعمار بريطاني أمريكي أوروبي أيضا لطرد أو إنهاء نظام أبارتايد. لذلك هذه التجربة يجب نقلها إلى فلسطين المحتلة لتحرير فلسطين من براثن الصهيونية والمجمع العسكري الصناعي والإمبريالية الأمريكية وحلف الناتو. هذا هو البيت القصيد الآن، علينا أن لا نيأس أن نصر، ومثل ما قال وزير الخارجية وأكرر على قناتكم قالها يجب أن نتفائل بالمستقبل. أستاذ عمر رحال، إلى أي مدى يحتاج المشهد اليوم أن تتم تركيز كل الجهود والرص والبناء عليها للذهاب نحو حلول عملية تنصف الشعب الفلسطيني وتخفف من ألامه؟ يعني قد تكون حلول الأرض انتهت، رأيي المتواضع، بعد ما يقرب من 11 شهر من العدوان والقتل وحمام الدم، ونحن عمليا نبتهل إلى الله بأن يكون هناك حلولا من السماء، هناك مع فلسطين 22 دولة عربية ومع الدول الإسلامية 57 دولة عربية وإسلامية عقدت يعني مؤتمرا في نهاية العام الماضي في جدة، وفي شهر 3 عقدت مؤتمر للقمة العربية في المنامة، وكان هناك عديد من القرارات. عندما لم يستطع العرب أن يدخلوا يعني لترا من الماء أو
قليلا من الدواء. نحن حقيقة لا نريد سلاحا ولا نريد جيوشا، وبالعكس في كل الحروب وفي كل الصراعات وفي كل المعارك التي خاضها العرب معنا انهزمنا. نحن نريد شيئا واحدا، وألا يتآمر علينا، إذا سمحت لي، ألا يتآمر علينا العرب لا بالسر ولا بالعلن. بكلام آخر، المطلوب واضح وبسيط، هو فك الحصار ووقف هذا العدوان وإدخال الدواء والماء والمأكل والمشرب وإخراج الجرحى وإغاثة الناس والوقوف إلى جانب الناس في هذه المجازر لصد المجازر والمذابح التي يرتكبها نتنياهو. إسرائيل ليست أقوى من الدول العربية، صحيح تقف وراها الولايات المتحدة الأمريكية وتقف وراها عديد من دول العالم، لكن الولايات طيب. المتحدة لم تستطيع أن تحمي ذاتها. وصلت الفكرة أستاذ عمر حال، أعتذر منك، وصلنا إلى هذا الحد من التغطية المباشرة لتطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة. أستاذ عمر حال، مدير مركز جمس لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله، لكن ضيفي الكريمين دكتور السراف وكذلك الأستاذ التراوي تفضل بالبقاء معي، سنواصل النقاش بعد الفاصل. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بتطورات الإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من 11 شهرا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. ولنقاش دائما معي هنا في الاستوديو الأستاذ حمزة التراوي، رئيس رابطة الجالية الفلسطينية بالجزائر، مرحبا بكم مجددا. وكذلك معنا من أمستردام الأكاديمي المحلل السياسي الدكتور حامد السراف، مرحبا بكم دكتور السراف. و أكمل معك أستاذ الطراوي، هل حقيقة أمام هذا الواقع بات العالم عاجزا عن وقف جرائم الاحتلال؟ وأيضا في المقابل، ما الجهود التي يجب أن تتم والمواقف التي يجب أن تتخذ عند المواعيد والمواقيت الكبرى العربية والإسلامية، سواء في هذه في هذا الوقت الراهن أو في قادم الأيام والأشهر؟ سيدي، قد ما يظهر أن العالم فعلا عاجز، عاجز أمام الولايات المتحدة الأمريكية وليس أمام الكيان الصهيوني، لأن هناك الصهيونية العالمية اللي تتكون من فئة يهودية وفئة مسيحية وفئة إسلامية. عندما أقول أن الصهيونية العالمية هي التي تتحكم في هذا الموضوع، ففعلا المقصود أن هناك مسلمين وعربا مشاركون في الجريمة التي تحصل ضد الشعب الفلسطيني. ويجب أن نعرف أن الكيان الصهيوني يقوم بذلك لأنه حسب دراساته قديما وحديثا، وزمن أو الفترة الزمنية لصلاحية هذا الكيان انتهت والمقدرة ب76 عام. هم يريدون إطالة هذا العمر، هذا الكيان، إلى 100 عام، وهذا ما أعلن نتنياهو في أكثر من مرة خلال خطاباته وعلى مسمع من العالم وبتأييد منه. الآن ما يحدث هاي جزء من هذه الحرب هو إطالة عمر هذا الكيان، يعني غير الأهداف الاقتصادية وسيطرة أمريكا على آبار الغاز والنفط، هي أيضا إمارة إطالة عمر هذا الكيان اللي موجود في المنطقة ليكون شرطيا أو عصا للقوى الاستعمارية والإمبريالية في المنطقة. يعني نقول بوضوح،
الأنظمة، الكثير من أنظمة المنطقة هي أنظمة وظيفية. إيش وظيفتها؟ بعضها تجرأ وقال وأعلن أنه تنفيذ سياسة أمريكا. يعني قطر التي تقوم بدور تقول وأعلنت أنه استضافت بطلب أمريكي. بعض الدول في المنطقة تستضيف قواعد أمريكية من أجل أن تحميها ومن أجل أن تنفذ سياستها، يعني لسهولة أي معركة. إذا وجود هذه الأنظمة غير قادرة على فعل أي شيء. لذلك نحن نطلب من الشعوب العربية أن تكون فاعلة، نطلب من شعوب أوروبا وأمريكا أن تتحرك وتحاسب قياداتها السياسية على مصداقيتها في القوانين التي هم يسنوها. يعني قوانين حماية الطفولة من وضعها؟ أوروبا وأمريكا. حقوق الإنسان وضعت في الحرب، بعد الحرب العالمية الثانية، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن أحد من العرب والمسلمين متواجدين في صياغة هذه البنود. إذن هم بحاجة أن شعوبهم تحاسبهم. نعم. طيب. حتى على القوانين التي وضعوها، حتى نستطيع أن تسير الأمور كما هي. وهنا أؤكد أنه ما يحدث هم ما يحدث الآن هم أعدوا له مسبقا. يعني مش ما يحدث هو نتيجة لسبعة أكتوبر، لا، هو نتيجة لمخطط اتخذوا من 7 أكتوبر مبرر لتنفيذ مخطط سابق، وهم الآن يقوموا بمخطط آخر غير معلن إلا إطالة عمد هذا الكيان. الدكتور حامد السراف، الاحتلال مرة أخرى عند كل مجزرة يتوارى خلف مبرر واحد ووحيد، بأن هناك عناصر المقاومة في مناطق فلسطين المحتلة، وهو ما يتأكد بعدها بأنه افتراء وفق ما قالت حماس التي نفت ووصفت هذه الادعاءات بالكذب المفضوح. برأيك لماذا يتوارى الكيان في كل مرة خلف هذه المبررات المشترة والواهية التي تنفيها أو ينفيها الواقع في الأخير؟ المنطقة التي يأويها مدنيون، هذا على الأطلاق لا يقبل. حتى ولو اختفى مقاتلون في بين المدنيين، هذه مناطق مدنية سكنية. المجابهة يعني شروط وأخلاق الحرب والاشتباك لا تسمح للكيان الصهيوني بقصف مناطق فيها آمنون أبرياء عزل أطفال ونساء، وإلا لكانت الحروب هي حروب إبادة جماعية. الحرب ليست حرب بين الآن في فلسطين المحتلة، ليست حرب بين جيش نظامي وكيان صهيوني. رغم المبررات اللي موجودة من أنه يسمح للمقاومة الفلسطينية باعتبار حق تقرير المصير مشرعا بكل القوانين الدولية من ضمن قوانين الأمم المتحدة والسماوية أيضا، يعني هذه أرض محتلة، فمن حق المقاتلين أن يقاومون الاحتلال بكل أشكاله بما فيها حب السلاح. أما الكيان الصهيوني يتذرع بأن هناك مقاومين في يختفون وراء المدنيين، أيضا هذه نقطة مهمة. نسأل كل المراجع الآن القانونية في العالم تقول بشكل واضح جدا، لا يسمح للكيان الصهيوني بقصف خيم النازحين مهما كانت. لذلك هذا التبجح وهذه الذريعة وهذا التبرير الحقيقة أقبح من الفعل نفسه. أما لو أرادت أمريكا أن تحاسب الكيان الصهيوني، وهذا يستحيل، لأنه أصلا أمريكا الآن مستعمرة صهيونية. يعني بايدن نفسه قال أنا صهيوني وهو مسيحي، ترامب يعمل ويدافع عن الكيان الصهيوني بكل جرائمه. لذلك إذا كان حزب الجمهورية أو الحزب الديمقراطي سيان، فهم عبارة عن، يعني أنا أشبهها للاعتذار، أقول فردتي حذاء
بأرجل الصهاينة، بأرجل المشروع الصهيوني. لذلك القانون الدولي لا يسمح بقصف، وهذه أمامنا مربعات سكنية تستخدم فيها قنابل زنة طن 1000 كيلوغرام أميركية الصنع، إذا كانت غبية وإذا كانت ذكية. لذلك الإبادة الجماعية هذه عملية ممنهجة، مثل ما تفضل ضيفك الكريم أستاذ حمزة طراوي في الاستوديو، أنه هذا عمل ممنهج، كما دمر العراق ودمرت ليبيا ودمرت يوغوسلافيا ودمرت وحتى الجزائر كانت أيضا. يعني لا ننسى ماذا فعلت الاستعمار الفرنسي، قام بتجارب نووية، لماذا على الأرض الجزائرية ومع يعني أفراد جزائريين؟ لذلك هذه العجرفة والغطرسة الغربية الأمريكية الأوروبية الحقيقة تستهين بحقوق الإنسان العربي المسلم وحقوق الدول الأخرى الأفريقية وأمريكا اللاتينية. لذلك استباحوا دماء هذه الشعوب. وأنا أؤكد مرة أخرى بأن هذا المنهج لا يدوم على الإطلاق، هذا في طريقة إلى الزوال. بدليل أنا أقول محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لأول مرة منذ قيام هذا الكيان الغاصب لفلسطين يحاكم علنا، وسوف يذهب النتن ياهو إلى السجن عبر محكمة العدل الدولية أو الجنايات الدولية أو عبر حتى داخل الكيان الصهيوني نفسه، لأنه هناك فشل وفساد ارتكب اليمين الصهيوني المتطرف. اليهود أنفسهم سوف يحاسبون الكيان الصهيوني على كل ما ارتكبه من جرائم. هذا طبعا أيضا ناهيك عن كون هناك موقف الآن أمريكي شعبي أوروبي شعبي، مضاف إلى الرفض العربي والإسلامي من قبل الشعوب المؤيدة للقضية الفلسطينية. نعم. أستاذ حمزة الطراوي، برأيك ووفق متابعتك للأحداث منذ انطلاق الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي، هل تماهت الولايات المتحدة مع مساعي نتنياهو العديدة، عدم الذهاب نحو وقف إطلاق النار، مواصلة المجازر، إفشال أي مساعي للذهاب نحو اتفاق لوقف إطلاق النار؟ هل تماهت الولايات المتحدة مع هذه المساعي لنتنياهو، وهل هي عاجزة عن تغيير سياساته؟ بسؤال من منظور آخر، من أضحى يضغط على من؟ نتنياهو يضغط على بايدن أم العكس؟ السياسة الأمريكية دائما هي إدارة الأزمة وليس إيجاد حلول، لأنه هي وبعدين بدنا نعرف إنه هل الكيان الصهيوني هو الذي يقرر أو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي التي تقرر، لأنها هي التي تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة، كل الأسلحة، هي التي تزود بالمال، وتكلفة الحرب معظمها يدفعها دافع الضرائب الأمريكي. لذلك لا نقول أن أمريكا تمات، أمريكا تغطي على الأخطاء الإعلامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. يعني المبادرة الأخيرة، القرار الأخير لمجلس الأمن بإيقاف الحرب هو مبادرة أمريكية. نلاحظ أنه بعد ما طلعت المبادرة الكيان الصهيوني، مع أنه هو اللي اقترح، لكن عندما وافق الطرف الفلسطيني بدأ نتنياهو يتلاعب بإضافة نقاط هنا وهناك. فأمريكا تماهت مع الكيان الصهيوني، لأنه كما ذكرت سابقا لهم هدف غير معلن، وهو إبادة المنطقة. هم بحاجة للمنطقة فارغة من سكانها، هم بحاجة إلى إطالة أمد الحرب، هم يحضرون لمعركة مستقبلية مع الصين وروسيا في هذه المنطقة. لذلك إنه والله نكون إنهم أبرياء، لا، هم بحضروا، والمنطقة كل المنطقة تنفذ ما يريدون، ونحن وقود وضحية مشاريعهم منذ زمن طويل. يعني الآن الانتخابات الأمريكية ماشية،
والكثير من الأمر. لاحظ قديش بدي أقول المرشحين يتنافسان على خدمة الكيان الصهيوني، لأن هناك معتقد لدى أصحاب المصالح، هذا واحد أصحاب المصالح يعني رجال الأعمال الكبار الممولين الداعمين للكيان الصهيوني، ممولين المرشحين وأيضا داعمين للكيان الصهيوني، هذا أولا. ثانيا هناك الذين يعتقدون دينيا بضرورة عودة المسيح عليه السلام من البروتستانت، منه لازم تقوم الدولة اليهودية من الفرات إلى النيل، وهذا يعتقد بعض التيارات المسيحية مثل البروتستانت والإنجليكيين. والمرشحان الأمريكيان يلعبان على هذا الوتر، ولذلك حتى رغم خسارتهم لأصوات عديدة خاصة الحزب الديمقراطي وبين على الأرض أنه في خسارة، إلا أنهم تجاهلوا هذه الخسارة لأن المرشحين متفقين على دعم الكيان الصهيوني، يعني لا أقول اليهودي وأقول لكن أقول الصهيوني، لأنه هناك جيش كبير في العالم يدعم هذا الكيان. طيب أنتقل إليك دكتور حمد السراف، برأيك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل سيتغير الموقف الأمريكي تجاه الحرب في غزة؟ هل ستتسارع وتيرته؟ هل سيتم لجم الجرائم المتواصلة وسياسات نتنياهو التي لا تزال تراوح مكانها وتتحدى حتى القرار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي بايدن وتم المصادقة عليه في مجلس الأمن؟ الحقيقة هناك سباق، يعني هناك تفسير لمسار الانتخابات، ما يسمى الانتخابات الأمريكية، وهي كذبة كبرى، لا توجد انتخابات، هناك لوبي صهيوني يتحكم بالدولة العميقة في أمريكا، ثم يبرز من هو أحق بأن يصل إلى البيت الأبيض الأمريكي تبعا لخدمة المخطط المشروع الصهيوني والمجمع العسكري الصناعي في خلق بؤر توتر وحروب في العالم بتصريف الأسلحة. ليس الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري هو الذي يتنافس، وإنما الأفراد الذين يمثلون هذا التوجه المميت القاتل الدموي، إذا كان أيضا استخدم حلف الناتو واستخدمت أوروبا الغربية فيه، هذه المعادلة الحقيقة الموجودة. أما من يخدم الكيان الصهيوني فهو ستظهر الصورة جلية أمامنا إذا كان هاريس وإذا كان ترامب. النقطة الأهم بالنسبة لنتنياهو هو أنه مطمئن إلى ترامب أكثر من اطمئنان إلى هاريس، لذلك يؤجل ويماطل في إطالة أمد الحرب إلى أن تحسم قضية من يصل إلى البيت الأبيض الأمريكي. نقطة. النقطة الثانية هي قضية أيضا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط الآن في محور المقاومة في جنوب لبنان، اليمن، العراق، سوريا، جولان، الرد الإيراني منتظر، هل سيحدث؟ هل سيقلب الطاولة على الجميع؟ هذه تساؤلات كثيرة الحقيقة. هناك أيضا خشية من أن هناك يعني يحدث ائتلاف أو تحالف عربي إسلامي، يعني أنا ذكرت هناك توقع بحراك سوري جزائري مصري تركي حتى إيراني، يعني أيضا هناك انفتاح ما بين إيران وتركيا على قلب الطاولة بصورة عامة. لا ننسى أيضا بؤرة التوتر الأخرى إذا كان في أوكرانيا، وما سيحدث من فصل جديد في تايوان، ثلاث بؤر الحقيقة تحيط بأزمة النظام الرأسمالي الإمبريالي والمجمع العسكري الصناعي، منا إلى يعني ختام السباق الانتخابي ونتائجه. أنا أعتقد الكل سيأتي بجديد على حساب ما تريد أمريكا دكتور ومن وراءها الكيان الصهيوني. دكتور حمد السراف الأكاديمي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا خلال هذه التغطية من أمستردام، وأشكر كذلك ضيفي في الاستوديو الأستاذ حمزة التراوي رئيس رابطة الجالية الفلسطينية بالجزائر، شكرا جزيلا لك ولكم على مشاركتكم، وأشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتكم، إلى اللقاء.